الظاهرات مع الأسف فيها تضييق أكبر يعني من حيث الحدود اللي متاحة للناس تتظاهر. يعني اليوم قاطعين الشوارع كلها، بارحة عفوا الجمعة اللي فاتت كان عندنا مجال عند المظاهرة مجال نوصل للجسر، اليوم لا حددهم هنا. ما تدري يعني هذا بالأخير مو شيء مو صحيح. حكينا القوات الأمنية لأنكم متظاهرين ذيك الجمعة أخذوهم وكفلوهم، يعني ما يقدر يظاهر مرة ثانية. إذا نتمنى إنه هذول ما ينوخذون مرة ثانية، راح نعرضون للقضاء. هاي أصوات مهمة. كل الشباب 16 اللي نوخذوا الجمعة اللي فاتت كلهم ناس يعني ما خيرهم عن المظاهرين، كلهم ناس عندهم مطالب حقيقية وروح وطنية دفعوا الثمن وكانوا بالمقدمة. نحن إن شاء الله ماضون هذه الجمعة وكل إن شاء الله الأسابيع القادمة حتى يتم التغيير وإزالة الطغمة الفاسدة التي تحكم العراق للأسف الشديد. هذه الطغمة التي لا تمثل يعني حضارة وثقافة ونخبة العراق. حقيقة للأسف الشديد ما شفنا على أرض الواقع لحد الآن، نحن كحراك سلمي كناشطين مدنيين ككتاب صحفيين لم نرى منذ بداية الاحتجاجات في الجنوب وقبلها في بغداد أي مظاهر للتغيير أو أي مثلا بوادر لحل الأزمة. صار أكثر من 4 سنوات نظار في ساحة التحرير في سبيل أنه صاحب مسار العملية السياسية وننبه الدولة على هاي أخطائها الفادحة، من ضمنها طبعا اليوم من ظهرنا طلعنا بالتحرير. اولا عندنا بطاله ومقابل هذا جوده تراخيص كانت فاشله وتشغيل عمال اجانب ما يقارب 30,000 عامل اجنبي من شرق اسيا يستلم 3,000 دولار و1500 دولار بينما احنا عندنا شباب عاطل عن العمل. قضيه انه استلام الاحزاب الى مكاتب تشغيل العاملين واخذ نسبه معينه من كل عامل كلنا نعرفها، لذلك احنا ايضا نطالب باعاده جوده التراخيص والزام الشركات النفطيه حالنا حال كل دول العالم تشغيل الايادي العامله العراقيه استفادة من الغاز المحترق اللي مصاحب لعملية الانتاج النفطي. هذا خسارة 200,000 دولار يوميا. احترقت صناديق الانتخابات وما عرفنا شو ليش احترقت ومن حرقها، بينما عرفنا من اللي حرق تاير في محافظة البصرة وتم اعتقاله وتم ايضا اعتداء عليه. نحتاج اليوم قرارات على ارض الواقع، يعني قرارات ان نشاهد اليوم رؤوس الفساد ان تتقدم الى المحاكم وبشكل علني امام الشعب. نحتاج الى قرار حازم بالقضاء على الميليشيات، القضاء على المجاميع المسلحة السائبة اللي جاي تقتل يعني المواطنين، اللي جاي تأخذ أتاوات من المحلات ومن التجار ومن 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 يعني ومن كل أبناء الشعب العراقي. هذه السلاح السائب إذا بقى راح اليوم يدمرنا ويدمر كل الشعب العراقي، إضافة إلى قلت لك ملفات الفساد اللي هي مهمة جدا مهمة. فرص عمل ماكو، الرعاية مسدودة، زين هاي المطلقة والأرملة والعاجز إلى مسدودة الرعاية، كأن من مسمينها رعاية. هاي شبابنا هسا أكو شباب ما تملك الربع، وأكو بيت بخمس جهال وست جهال وعشرة ومرة مدبرة تبيع لهم لبنة وتبيع مخدرات، وهاي مريضة زين هاي جيش العيال من يتعايشوا وهم قاعد بالإيجار، خطار يجي حاير بي مريض زين، بعد طلب المستشفيات هذول يسمعون ايش يطلعون بس على الكهرباء. المستشفيات لازم تلغى فلوس، احنا دولة قانون كذا فدوا نروح لأوروبا ليش؟ لا يصلون لا يصومون لا عندهم دين صحي، أبن يعتنون بالحيوان وبالإنسان وبالشجرة وبالحشرة يسووا لهم حقوق ويخافون من الله، دولاك عندهم دولة قانون. الكبير مسؤولهم ياخذ له دينار يو ألف، والفقير والله اكو ناس يقولوا لي لا رحت اي دوله ما عندهم فقير يحلف يقول الحيوانات لهم خيم واكل وبيوت. يا ناس يا عالم الدول الاجنبيه مسويه حقوق للانسان للحيوان، مكرم جنابكم سويت له بيوت وحقوق، واحنا شعب عراقي انسان لا انه حقوق لا ببيت ولا بخيمه ولا بقع ولا بخبزه. والله مطالباتنا هاي مال يغشون الشعب مره ثانيه ما نتقبلها احنا نريد كلهم يلغون نهائي يعني ما ريتهم نهائي. احنا كرهنا وجوههم، كرهنا اي شيء هم يعني هسه يصرحون لحقنا احنا ما مقتنعين به ولا نقتنع ولا نتقشمر، بعد انتهى خلاص صاروا ورقه يعني سوداء علينا، ما نريدهم بعد نهائي ما نريدهم خلاص انتهى. يطلعون من بلدنا ويعني كل شيء فسد بالبلد، ماكو شيء بعد بيه صالح. احنا موظفين وزاره دفاع سابق، صار لنا 15 سنه نطالب العوده الى الوظيفه اسوه باقراننا موظفين وزاره الاعلام والتصنيع العسكري او تحويلنا الى دوائر مدنيه او احتساب هاي المده من سقوطه لحد الان خدمه وراتب وتحويلنا الى تقاعد.